مسبقا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، سيدي محمد. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك، كي دايره لاله؟ بخير. الله يزيد من كرامك. امين يا رب العالمين، الله يطول لك. كل شيء على حقيقته. امين، الله يطول عمرك. شكون معايا لاله؟ اللهم امين. فايزه من مراكش. فايزه، مرحبا بالناس ديال مراكش. شحال في السن ديالك لاله فايزه؟ 36 سنه. ما شاء الله، طول العمر. من باغا دير تيست لاله فايزه؟ عزيز. عزيز، عزيز هو من مراكش؟ من مراكش. وشحال في عمره؟ 48 سنة. ما شاء الله. وشحال وانت ويا مع بعضياتكم؟ 4 سنين. تبارك الله. هذا السي عزيز فايت ليه، مزوج، عنده وليدات؟ مزوج ومطلق. وانت؟ لا. اوكي، اعطينا الرقم ديال السي عزيز. 56. اييه. 70. اييه. اييه. عاودي الرقم. زي 8. قولي لي يا لاله فايزه، انتوما في مراكش بالضبط ولا النواحي؟ لا، مراكش بالضبط. اوكي، دونك كتلاقي انت وياه؟ لا، دابا كنت متلقى انا وياه، ولكن من كورونا اللي هنا ولا تقريبا يبدل. يلاه، ما تهضريش تنقولها لك. الناس ديال مراكش راه قشاش بيا. المرة الأولى ما جاوبش، غادي نزيدك محاولة. لالة فايزة، كي دايرين الإخوان مع هاد الحرارة هادي؟ بزاف ياك. انتي غير ساحي باش ما يسمعش الصوت ديالك. إلا جاوب يقدر يكون. كنعتذروا اختي العزيزه، السي عزيز ما كيجاوبش. عاودي الاتصال في اي وقيته. مرحبا بك. يلا تحيات. لا لا لا، ما كنكونوش بالنهار. لا لا، ماشي 12، العشرة بيل كنبداو. هذا اللايف الثاني، راه تفتحت اللايف وتسد ليا. وهاد الحراره هادي اللي نعس اللي نعس اللي نعس في هاد الحراره هادي قبل الربعه الصباح، راه ما عرفتش. يلا تحياتي ليك. غير عاودي صوني، ما كي انا جبدوا لي تحرميات اللي فيه. يلا مرحبا، الله يبارك فيك. خلاتونا كاع. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا، صافا بخير؟ الله يبارك فيك. شكون معايا؟ حيدوا اللايف، حيدوا اللايف وقولوا لي شكون معايا. الو الو، سلام. حيدوا اللايف، حيدوا اللايف وركزوا معايا باش نسمعكم مزيان. صافا بخير؟ الو الو، سي ما حيتيش اللايف والصوت عندكم ما واضحش. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صافا بخير؟ سلامتي. الله يسلمك وين جيك، كي دايره؟ كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله ونشكره. بيك اختي عزيزه، بيك اختي عزيزه، مرحبا بك. شكون معايا؟ فاطمه الزهراء من مراكش. مراكش، مرحبا. الناس ديال مراكش حاضرين بقوه اليوم. ها، شحال في عمرك سي فاطمه الزهراء؟ عندي 23 سنه. لمن باغي ديري هاد التيست؟ بغيت ندير الواحد كان نقول الحب زعما. شنو سميتو؟ واش من مدينه؟ شحال في عمرو؟ سميتو رشيد. رشيد منين؟ هو من بوشان، من نواحي ديال بنقري. بو بوشان، من نواحي بنقري. بوشان بنقري، شحال في عمرو؟ بحالو عندنا 23. زيادة في نفس النهار. نفس النهار ونفس العام ونفس الشهر. واو، اول مرة نتصادف معاه في التاريخ. شحال انت ويا مع بعضياتكم؟ دابا تقريبا شي 6 شهور. ما شاء الله، زايدين نفس النهار نفس الشهر نفس العام. نفس العام، يعني 25/6/97.
والساعة مع عقلينش ما قالوش لكم والديكم مش من ساعة زاديتو الفجار ولا شنو لقيت؟ لا هو تزاد مع 3:30 ولا تزاد مع 4. سبحان الله. اري النمرة ديالو 06. سبحان الله ويا ربي يصدق. 06 اها اي اها اي عاودي يا ربي جاوب. الا ما جاوبش المره الاولى تقدر تعاود لي حيت اكيد عندك جوج فرص. شنو كيسوق طاكسي؟ لا الكاميو. اوكي غايجاوب لي كاميو يجاوب ان شاء الله. شتو الاخوان سبحان الله باش تلقى جوج كوبل دري وبنت زايدين في نفس النهار ونفس السهر. خليونا نسولهم لا كيفاش تعرفوا يكونوا في شي جروب دايرين ديك اللي تزادوا في نفس النهار يكتبوا كل واحد يكتب لينا فاش زايد. كيفاش تعرفتي عليها فاطمه الزهراء؟ تعرفت عليها عن طريق اختو. كانت اختو صاحبتي. ها ماشي في شي جروب ولا كيما كيديروا في فيسبوك؟ لا اختو كانت صاحبتي. المهم المره الاولى ما جاوش. واو عرفتوا الاخوان على سبحان الله. انا النمرة ديالو غنقيدها ونقيد حتى نمرتك. غنحاول نصون عليكم بجوج الا ما شدت لي الخد دابا غادي يكون صايب. واو سبحان الله تبهرت انا بهذا والله الا في شكل شنو واقع. هذه الاخوان بغات دير تيست لواحد السيد هي وياه في علاقه 7 شهور زايدين في نفس النهار ونفس الشهر ونفس العام ومفوتين بساعه. قالت لك هو زي في 3:30 الصباح وهي في 4 ولا مع 4:30. اختي عزيزه ما جاوبنيش ولكن كان وعدك انني غادي نتصل بكم ان شاء الله منين نفتح اللايف في الانستغرام نصوني عليكم نصوني عليه نشوف واخا نعرف شنو غادي صافي. يا حبابي فكروني عافاكم باش نعاود نصوني عليهم. سميتها فاطمه الزهراء هو رشيد صافي. الو السلام عليكم. مرحبا صافا بخير. الله يطول عمرك. مرحبا بك شكون معايا؟ معك عصام. ارفع صوتك السي عصام واحد شويه اذا كان ممكن. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك عصام. من شمن مدينه وشحال في عمرك؟ انا في كازا. كازا شحال في السن ديالك؟ 23 سنه. من باغي دير التيست تاع السي عصام؟ باغي ندير واحد السيدة سميتها شيماء. شيماء منين؟ من وشحال في عمرها؟ 24 سنة. كبر منك بعام. شحال انت ويا مع بعضياتكم؟ اخويا انا عندي واحد 6 شهور باغي نتعرف عليها. شنو نوع العلاقة اللي بينك وبينها؟ دابا علاقة تعرف ان شاء الله انا ومعها الحلال. قصد الزواج 06؟ اييه أيه عاود لي الرقم. زيد اوكي. كتلاقاو انت وياه ولا ما عمركم تلاقيتو؟ اساس عندكم شي عندها اوكي. اللهم امين واكرمنا بجوارك. اللهم امين واكرمنا بالسلام عليه. اللهم امين واكرمنا بالجلوس بين يديه. اللهم امين واكرمنا بتقبيل يديه. اللهم امين. كانت يقش هذا الدعاء. اللهم اكرمنا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكرمنا بشفاعته واكرمنا بجواره واكرمنا
يلا هسي ألا لا شيء ما يلا الله يفتاني هذا الإخوة الله يفتاني الله يفتاني الأول طاح تصد بالكونيكسيون مشي الأول مشي خويا السي عصام والو جوج مرات اخويا ما جاوباتش يمكن لك تعاود الاتصال في اي وقيته واخا يلا تحياتي مرحبا مرحبا الو ارفعي صوتك اختي عزيزه السلام عليكم صافا ممكن ترفعي صوتك واحد شويه اختي وي هو هذا شكون معايا معك نورا نورا جديدة شحال في السن ديالك نورا 21 من باغا ديري التيست نورا باغا نديرو التيست واحد وخلي صوتك مجهد خلي صوتك مجهد باغا نديرو واحد الدري عام ونص وانا ما تعب شنو سميتو شنو مدينه شحال في عمرو سميتو عادي هو الصغيره ولكن دابا حاليا في كازا عزيز الصغيره كاين في كازا شحال في عمرو ونتي ويا عاموس عاموس اعطيني الرقم ديالو 06 كاين كيوصلكم الصداع ديال الشارع ياك ولكن راه الصاد وفاتح الشرجم ولكن الا كان الصوت مجهد نصد الشرجم 06 اها ايه اها اها عاودي لي النمره وجهدي الصوت واحد شويه اها اها يلا ما تطريش حتى نقولها لك الخوت الا كان الصوت ديال الشارع مجهد قولوها لي باش نسد الترجمه حتى السيركيلاسيون مازال الصاد 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 كاين المود الو السلام عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا استاذ عزيز هذا مرحبا بك كيداير سيدي عزيز لاباس عليك كلشي بخير الله يحفظك العائله الاحوال ديالك كلشي بخير الحمد لله رمضان مبارك كريم سيدي الله يدخلوا عليك بالصحه والعافيه وباللي كتمنى في حياتك ان شاء الله شكون معايا معك السي محمد السريري مقدم برنامج خطوه قبل الزواج فايت لك السي عزيز مفرج نعم أمع هبل هذا معرقام بالصاد زيد تعصرو اش غادي تخرج منه خليه محلول صافي الله يجازيكم اللي قدرتوا هذا الحم الو سي عزيز سي عزيز اخويا قطعتي علينا ولا الريزو الريزو ماشي مشكل قلت لك سي عزيز انت حاليا راك معنا على المباشر في برنامج خطوه قبل الزواج معك السي محمد السريري سي عزيز من مدينه الصويره مستقر في مدينه كازا سن 25 سنه هذه معلومات صحيحه مرحبا بك معنا جانا اتصال السي عزيز من عند واحد البنت من مدينه كازا ليكون في علمك هي اللي عطاتنا الرقم ديالك وهذه المعلومات باش نتصلوا بك وهي حاليا راه معنا على المباشر كتسمع المكالمه غادي ندوزها لك باش تهضر معاك دايره لك شي سوربريز وشي كلام بغات تقولوا في حقك ودير لك واحد المفاجاه بمناسبه سيدنا رمضان سي عزيز نعم انا غادي ندوزها لك اوكي نعم قبل ما ندوزها لك سي عزيز شكون هي هذا الانسان اللي جات بالك حاليا شكون هي عاوتاني يقول لك الريزو معاش واحد النمره 29 كتصوني عليا ماشي هذيك اللي لقيت ولا لا كروني مزيان غير نفتح اللايف في الانستغرام تصوني على فاطمة الزهراء ورشيد شحال حاولي كيقطع خلاط اغي الو سي عزيز واخوي وي قطعتي علينا ولا الريزو لا انا اللي قطعت وعلاش قطعتي علينا حنا اتصلنا بك ومكبرين بك وقطعتي علينا حاجتني بشكل ما عرفتش لا 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 وانا قلت لك الانسان اللي اتصل بنا راه معنا على المباشر وغادي ندوزوها لك او وجاك هادشي في شكل
احنا مع لا 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 باش تكون على يقين ومرتاح. اقسم بالله العظيم الا معنا واحد الانسان على المباشر هي اللي عطاتنا الرقم ديالك وهاد المعلومات باش تتصلوا بيك. اوكي غادي نسولك سؤال واحد وغادي ندوزها لك مباشره. قبل ما ندوزها لك السي عزيز، شكون هي هاد الانسان اللي جات بالك حاليا؟ شكون هي هاد الانسان اللي سرق ليها السي عزيز القلب ديالها من مدينه كازا بالضبط؟ وتقدر تكون الحرف الاول ديالها بادي بحرف النون. خليك معايا شوف السيستم. وتقدر تكون ماشي بنت كازا، تكون بنت صغيرة بنت مدينتك. المهم نشوف. خليك معايا قلتي حرف نون. شوف السيستم. لا الانسان اتصلت بنا الحرف الاول من الاسم ديالها ما كيبداش بحرف النون السي عزيز. فاش كيبدا؟ شوف انت باش كيبدا، انت ادرى اكثر مني. انا هادشي علاش كنسولك، حنا عارفين لي جون ديال هاد الوقت كيكونوا عارفين جوج البنات ثلاثه الى اخره، وما نبغيوش يكون شي احراج. ندوز لك تكون انت في بالك انسانه وتكون انسانه اخرى اللي متصله بينا. هذه واحد الانسانه كتبغيك بزاف، قالت لينا يلاه تعرفتي عليها تقريبا شي 5 شهور 6 شهور ودخلتي انت وياها في علاقه وكانت شاركت معنا في واحد الجيفواي. هذاك الشيء خليها حتى تقول لك هي باللسان ديالها اللي عليا انك خاصك تعرف شكون هي الانسانه اللي اتصلت بينا، والمفاجاه غتقولها لك هي السي عزيز. لا ما عرفتهاش. فكر مزيان، تلاقيتي معها غير مؤخرا وانت كتبغيها بزاف؟ فكر مزيان. معرفتهاش. سي عزيز، هاد الانسان اللي قلتي لنا الحرف الاول من الاسم ديالك كيبدا بحرف النون، شنو كتجيك؟ نعم؟ شنو كتجيك؟ هي عارفه شنو كتجيك. خليك معايا ما تقطعش نص دقيقة. نورا. نعم. صافا بخير، شوفي عندك شي خوك؟ قداش شحال في عمره؟ 25 عام. عندك جوج؟ شحال في عمرهم بجوج؟ صافي انا غندير راسي انا حداك ياك، وانا اخوك وغادي نشدو فيه مزيان. صافي نقول لها لقينا الميساجات ودي راسك كتشكي، يلا خليك معايا غنسد هاد الشرجي موني جاي الخوت غادي نعصرو مزيان. الو عزيز خليك معايا ما تقطعش، راني غادي عند نورا ياك. ها نورا عليهم كتهضر ياك؟ حالك انا دوزها مزيان بعدا ملي عرفتي وقلتي الاسم ديالها راه حاجه زوينه. هادشي اللي بغينا نعرفو حيت تقريبا ساعه هادي وحنا منوضين الروينه في الدار غير على ود هادشي السي عزيز. اجي يا نورا. نورا دخلي وسدي الباب دخلي. هذا هو اللي لقيت الميساجات بينك وبينه. الو عزيز على التليفون. الو اش كتفلى على الخوادريه؟ ها شكون معايا؟ لاش باغي تعرف شكون اللي معاك؟ هدر شاد الميساجات وهذا الشيء لقيت في التليفون، واش بغيت الشيء اللي هضر مع اختك بهذه الطريقه هذه؟ هضر. انا هاد الليله هادي غنكون في كازا، هضر دابا غاهضر وتكلم. قطع. عملتي بلا يا ودي شنو سميت خوك؟ شنو سميت خوك؟ الو عزيز بلاتي لا نجمع عملتك سكتي. الو وي علاش قطعتي؟ انا كنهضر معاك. علاش ما عرفتينيش انا خو نورا؟ غادي نضرب من الجيك حتى يبانوا لك النجوم. اش هاد شنو كان بينك وبين السيد هذا؟ هضري. الله يغبر لكم الشقا في جوج. سي عزيز خويا مبروك عواشرك. الله يبارك فيك. سير سير غسل وجهك سير سير ما خصك والو. مالك؟ لا والو. سير سير غسل وجهك سير. شاركتي معنا في كاميرا خفيه احسن من ديال دوزيم ياك. ماشي حاجه بزاف زايده هذيك.
يلا الله يعاونك. معك سي محمد السريري. سير سير لقى راسك في اليوتيوب. علاش قال لي كان بغيك ديك الساعه؟ ما والو والله ما كان ما كتعرف يتمثل حتى شي زبله ديك الساعه ديال راسك منعوده. وقول لي هو اللي يلا الله يعاونك اختي نورا. مرحبا مرحبا. غنبقاو نديرو لهم بحال هكا. اللي حصل اللي عرفها غادي يا راه خصو يكون عندها خوها. المهم الخوت الخواتات هنا غيصير اللايف ديالنا في فيسبوك وغندوزو مباشره اللايف في انستغرام. احلى لايفات غندوزو في انستغرام. كلشي الاخوه اللي حاضر معنا انستغرام ديالي هو هذا السي محمد السري واحد ولا بلاتي نوري لكم باش نمشيو لي ديريكت باش اللي حاضر معنا هنا ما يزقلش اللايف ديال الانستغرام. ها هو الاخوان الانستغرام اللي غنفتح فيه اللايف هو هذا. قبل ما تخرجوا من اللايف ديال الفيسبوك ديروا ابوني في لاباج وديروا لايك للصفحه باش انفو نفتح اللايف يطلع لكم نوتيفيكاسيون ديال اللايف. وما تنساوش الاخوان الانستغرام اللي غنفتح فيه اللايف هو هذا السي محمد السريري واحد مباشره من بعد الفيسبوك غنفتح فيه اللايف. ملي تدخلوا الاخوان غنوريكم شنو ديروا باش يبقاو يطلعوا لكم اللايفات. بالنسبه للناس اللي ما كيطلعوش لهم اللايف غادي ديروا ابوني وها انتم راه داروا واحد الخاصيه جديده كاين واحد الجرس هنا غتلقاوه الفوق ضروري تفعلوا كل شيء هادو ديروا ديال بيبليكاسيون ستوري اي جي تي في وديال لايف ديروا على حساب كاع لي لايف باش يبقى يطلع لكم انفو نفتح لايف يطلع لكم لايف. اوكي اخوان هاد 14000 واحد اللي معنا في لايف كلشي خرجوا من لايف ديال الفيسبوك ودخلوا الانستغرام وكتبوا سي محمد السريري واحد غادي ندخلوا نزهيوها عاوتاني تما في لايف. ما تنساوش الاخوان تابوناو وضغطوا على الجرس تابوناو وضغطوا على الجرس اوكي وفعلوا هاد الخاصيات بثلاثه وركوا على هاد الرابعه هادي وديروا هذيك الاولى وسوفاغ توت لي نوتيفيكاسيون صافي. كلشي كلشي اللي معنا في لايف الاخوان راه كاينين بزاف ديال لي فيك اكونت في الانستغرام ماشي ديالي. هذا هو اللي عندي سي محمد سريري واحد. كاين اللي كيزيد اي كاين اللي كيدير سي محمد كيبدل شي حرف من الحروف ولكن ركزوا مزيان واللي ما غيعقلش عليه يدير غير سكرين. هذا هو الانستغرام اللي غنفتح فيه اللايف سي محمد سريري واحد. وما تنساوش ديروا ابوني هي الاولى وديروا هذه الخاصيه ديال الجرس عاد باش نتلاقاو في لايف. يلا كاع الناس اللي معنا هنا في لايف كلشي الاخوان تلاقاو في الانستغرام ونكملوا السهره ديالنا تما. عاود وري ها هو سي محمد السريري واحد. اوكي سي محمد السريري واحد تابوناو وفعلوا الخاصيه ديال الجرس. انا غادي نسد اللايف دابا ونكملوا اللايف في الانستغرام. كاع اللي حاضر معنا هنا في لايف كلشي كلشي خرجوا نتلاقاو في الانستغرام غادي نزهيو غادي ندوزو شي لايف شاخضه صافي. بغينا الناس ديال الجاليه بغينا نسمعوا باح الوريقات. يلا الخوت انا غادي نسد اللايف دابا ونتلاقاو في الانستغرام سي محمد سري واحد. ها هو ديروا في الكومونتير التحتاني وما تنساوش ابوني وضغطوا على الجرس وفعلوا هذوك الخاصيات كاملين باش انفو نفتح اللايف يطلع لكم. وما تنساوش اللي يلا دخل جديد معنا اللايف ديال الفيسبوك يدير ابوني في الصفحه باش حتى هو في انفو باش حتى هي انفو نفتحوا اللايف فيها يطلع لكم نوتيفيكاسيون. يلا انا غادي نفتح اللايف دابا في الانستغرام. تحياتي لكم.